السلام عليكم أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم السبت بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة أن عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الاثنين الموافق لاثنين ماي الفين واثنان وعشرون وذلك لعدم ثبوت هلال شهر شوال في أي جهة من جهات الوطن وعليه فإن يوم الأحد 30 ماي هو يوم مكمل للشهر رمضان ويوم الاثنين باذن الله هو اول ايام عيد الفطر المبارك في الجزائر صح عيدكم وكل عام وانتم بالف خير